حاجه من بين الحاجات اللي حابين نركزوا عليها في السهريه هذه انه الناس اللي جايه بحثنا ساهمت في انه نخرجوا بروتوتيب نظافه نحبوا نراها في بلادنا، والا النموذج نجموا نعتمدوه في تونس باش يسهل لنا وينحينا مشكله التلوث اللي صار والا الزبله الموجوده بارتو. الحاجه هي سهله برشا، هو الفرز الانتقائي حطينا لهم نحن تروا بوبيل، ليت بوبيل هذوما الناس الكل بصفه تلقائيه كل واحد هز الزبله هذيك وحطها في البقعه اللي مخصصه لها هي، ومن بعد احنا باش نكفلوا باش نوصلوها للمسالك نتاعها، البلاستيك باش يمشي تراسكل، الكردونه كيف كيف تمشي تراسكل، والمواد العضويه باش يصير لها كومبوستاج. وكيما هكا هذا هو النموذج نحبوا نقولوه، مدينه صفاقس تعاني من التلوث، ما عندناش حتى توا حل جذري يحل المشكله نتاع التلوث، الزبله قاعده تطيش في كيلومتر 15، معناها حاجه بالرسمي تاسف برشا. حابين نبعث الميساج هذايا، فماشي ما يشوفوه ويعتمدوه.